طبعا يعني يوم كامل بس انطفأ علي. إذا عجبتكم هذه الغرفة لايك سبسكرايب اشتركوا بالقناة. قبل ما أعرفكم بحالي، أنا سالين وأنا فجر. وليش ما تنسوني يا أخي؟ يلا قول عرفك بحالهم. أنا باسم ونحن أخوات من الرضاعة، وأنا بنت خالد سالين وبنت خال ولد خال ما ادري شلون. هذه بنت خالي، هذا ولد خالي، هذا اخوي من الرضاعه، هذه بنت خالي، يعني كلنا عائله من الاصل يعني. فقبل ما نبدا لايك سبسكرايب عشان نبدا بطريقه حلوه، ويلا نبدا. هذه الغرفه اللي انا صممتها، وهذه طقت انا طوقي. اوكي سكراش. طبعا اليوم وردي، فراح ادخل روبلوكس واشوفهم اذا هم موجودين ولا لا. طبعا اذا دخلت روبلوكس راح اشوف فجر بس ان شاء الله ما يكونوا تحذفوا من اساميهم، لاني دائما ينحذف مني اساميهم. وان شاء الله يعجبكم هذا المقطع فاحسوا عنك. ودي اضغط على الشيء وخايفة يعلق اكثر من هذا، فبحاول به واذا دخلني. او ماي جاد، الحين نشوف وين باسم. طبعا هذه عرفتها، هذه فجر بس ما حطت اسمها الحقيقي. او ماي جاد ليه حرمني. وهذا باسم 400 وينه هذا. طبعا هم شحن بس انا كذا يعني. وهذه شخصيتي، فبنعكس من الشخصية إلى شخصية شحنية من بندا. هذه أنا. طبعا صديقاتي يلعبون بس ما منهم أعرفهم يلعبون معي. أوكي طبعا قبل ما نشتهر أنا فاتحة قناتي من 9 شهور يعني قليلة، وحصلت بهذه الاشتراكات. بس قبل ما نلعب هذا الماب، يلا. طبعا أعرف هذا الماب مرة 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 يخوف، يعني إذا تدخل ماب ثاني غيره، يعني عرفت قصده صح؟ فباي. قبل ما أبدأ الفيديو، طبعا هذا سكني وانا احبكم جدا جدا جدا. اصبر نسيت احط شخصية. يلا بسوي شخصية معكم، بسوي شخصية روبوكس عشان ماي بينك. او ماي جاد او ماي جاد. يلا وهذه شخصية راح احط اضيف لها لمسات اخيرة يعني. اوكي هذا يناسب له الصدق، وهذا بعد يناسب له، لانه ما تشوفون زين بس اخفف الاضاءة. يو شعري اول ما شحنت. احبك احبك اموت فيك عشق وطار. بس ما ابي اغير شعري، اصبر احط ايه بحط ذا بحصه عشان يصير نفس شخصيتي اللي بالتكبوكا. وهذه شخصيتي وهذا وجهي نفسه بالضبط. بس اصبروا، شخصيتي اللي بالتكبوكا راح اسويها وبرجع لكم بعد شوي. شو انا ما لقيت لبس، ف احاول القي الحين قاعد ادور. هذا اللبس كيوت فرح البس اليوم هو يوم وردي، فبلبس ذا يعني يعتبر من دار القانون. عندي ذا
أوزة هذول بس اللي عندي ودي، الباقي كلهم أبيض. الله شوف شلون، واو، بس هذا بشيلها كذا حلو. عندي هذا المصاص الوردي، وهذا وهذا. طبعا ايش رايكم بذا؟ صرت كذا كيوت. والحين وخاطر بزي أو زي مرة كيوت، بس يا رب ما تكون بسبعين. أوه ماي جاد، ماي جاد، لا مستحيل. زي الشنطة السعينونة بسبعين. والله جربتيني يا روبلكس، ما كنت متوقعتك كذا شجيرة للدرجة. طبعا الحين زيت النور، 1 2. يوم سويت المقطع بس حطوا لايك وسبسكرايب وزيب كل اللي هنا ضايفتهم، خصوصا هاي وهذه. وخصوصا انا اهم واحدة منهم، لاني انا صاحبة القناة، فتابعوا قناة داليا وسالين وفاصل.